نبدأ الأول مع النادي الأهلي. النادي الأهلي عمل مرانه أيضا النهارده، ده التمرين الرئيسي. بعد كده إن شاء الله بإذن الله عنده تمرين آخر يوم الخميس، ده بيبقى تمرين فك عضلات، بيبقى لمدة ساعة أو ما يشابه ده. طبعا النادي الأهلي بيلعب أو بيتمرن في ملعب الكريكت في مدينة أبو ظبي. كولر كالعادة بيجتمع باللعيبة قبل المران لمدة ربع ساعة، بيشرح ايه اللي هو هينفذه خلال المران، وده مهم جدا ان اللعيبة قبل ما تبتدي المران يتشرح لها المران النهاردة عبارة عن ايه. عندنا نص ساعة لياقة بدنية، عندنا ربع ساعة تمرير بالكرة، ثم ربع ساعة وثلث ساعة تاكتكس، هنختم مثلا بتسديدات على المرمى، هنختم بتقسيمة صغيرة زي ما يكون يعني. بعد كده اللعيبة خاضت تدريبات بدنية متنوعة استمرت قرابة 50 دقيقة. هذا فيما يتعلق طبعا بالنادي الأهلي وتدريباته. طبعا هناك الإعلام والصحافة والمواقع والدنيا كلها شغلها الشاغل بتتحدث عن مباراة السوبر. القنوات التلفزيونية الإماراتية وصديقنا العزيز الأستاذ يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية أيضا بيشتغل ومغطي تغطيات رائعة كعادتنا معاه، من الشخصيات الجميلة الرقيقة أستاذ يعقوب السعدي، ودي حاجة عظيمة عظيمة عظيمة. طيب